بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من مدونة محترف الحاسوب، مع الدرس الثالث من دورة تعليم الأوتوكاد. هذه المرة إن شاء الله سوف نتعلم كيف نرسم الفتحات، وكما وعدتكم من قبل كيف نرسم فتحات النوافذ والأبواب. إذن هذا الدرس إن شاء الله سوف تصبرون معي قليلا، لأن الدرس سهل ولكن هناك بعض التكرار الكثير. إذن سوف نبدأ باختيار المنسوخ، وهو الحائط الهمير أو الجدران الخارجية. ثم سوف نختار من هذه الأيقونة لينية ونذهب لنرسم خط بهذا الشكل، ثم أنتري. ثم سوف نختار هذا الخط ونقر على ديبلاسي ونحمله بهذا الشكل، ثم نختار 0.1 ثم أنتري. ثم نعيد اختيار هذا الخط ونقر على كوبي ونختار المكان الذي نرفع منه، ثم نختار 4 متر ثم أنتري. ثم أنتري مرة أخرى. سوف نختار أجيسي ونحدد الخطوط 4 وهذين الخطين الذي رسمناهما الآن على اليمين واليسار، ثم أنتري. ثم سوف نحذف هذه الخطوط الزائدة ثم أنتري. إذن كما ترون الطريقة سهلة وبسيطة، فقط يجب أن أريكم جميع الأبعاد، ويمكنكم أيضا اختيار الأبعاد التي تريدونها. الآن أنا سوف أرسم ما تبقى من النوافذ والأبواب. إذن هذا هو المدخل الرئيسي لحظيرة السيارات، اللي هو موقف السيارات. نعيد اختيار أمر لين ونختار بهذا الشكل ثم أنتري، ثم نحدد هذا الخط ونختار ديبلاسي، ثم المكان الذي نرفع منه ونختار 1.5 ثم أنتري. عفوا فقد أخطأت. نختار لين ونختار بهذا الشكل ثم أنتري ثم ديبلاسي، اختار 1.5 ثم أنتري. ثم نعيد اختيار هذا الخط ثم كوبي ونختار 1.2 ثم أنتري. ثم أنتري مرة أخرى. ثم نختار أجوستي ونحدد جميع هذه الخطوط أو بهذا الشكل من اليمين إلى اليسار، ثم أنتري. ثم نحدد هذه الخطوط 4 التي سوف نحذفها ثم أنتري. إذن هذه نافذة للغرفة. سوف نرسم أيضا الباب الرئيسي. اختار لين ونحدد بهذا الشكل ثم أنتري ثم ديبلاسي ونختار 0.1 ثم أنتري. ثم نختار مرة أخرى ونختار كوبي ونبعده ب 1.8 ثم أنتري. ثم أنتري مرة أخرى. نختار أجيستي ونحدد هذه الخطوط من اليسار إلى اليمين ثم أنتري، ثم نحذف هذه الخطوط الزائدة ثم أنتري. إذن العملية كما قلت لكم فهي فقط تكرار. سوف نجعل خط أيضا هنا نافذة، وبما أن البيت كبير فالنوافذ سوف تكون كثيرة والأبواب سوف تكون كثيرة. اختار هذا الخط ثم ديبلاسي ثم اختار 1.5 ثم أنتري. نعيد اختيار هذا الخط واختار كوبي ثم 1 متر ثم أنتري ثم أنتري مرة أخرى. اختار أجيستي ونحدد جميع هذه الخطوط ثم أنتري، ثم نحذف هذه الخطوط الزائدة ثم أنتري. نفس الشيء مع النوافذ المتواجدة على هذا الحائط.
اختار لين انتري اختار ديبلاسي ونختار 1.95 ثم انتري نعيد اختيار هذا الخط الصغير ثم كوبي ونحدد بهذا الشكل ثم 1.2 ثم انتري ثم انتري مرة أخرى اختار اجيستي ونحدد هذه الخطوط ثم نحذف الأجزاء الزائدة ثم انتري ثم نذهب إلى النافذة الأخرى نختار لين بهذا الشكل. يعني يمكنكم أن تضعوا الأبعاد التي تريدونها على مشروعكم، فقط كل ما عليكم هو اختيار خط بهذا الشكل ثم اختيار البعد الذي يفصل النافذة عن العمود أو عن الحائط الذي أو عن الخط الذي وعدتهم هو هذا الخط هذا البعد الذي يفصل ثم نقر على دي بلاسي ونختار مثلا 1.6 ثم أونتري ثم تختارون كوبي وتختارون عرض النافذة أو بالأحرى عرض النافذة 1.2 ثم أونتري مرة أخرى ثم تنقر على أجيستي وتختارون جميع هذه الخطوط ثم أونتري ونحذف الخطوط الزائدة ثم أونتري. إذن هنا سوف أجعل باب متل على أو يؤدي إلى الفناء الخارجي. اختار ليني ثم نختار هذا الخط ونختار ديبلاسي ثم اختار 0.7 ثم أونتري نعيد اختيار هذا الخط ونقر على كوبي ونختار 2.3 ثم أونتري مرة أخرى اختار أجيستي نحدد الخطوط ثم أونتري ثم نحذف هذه الخطوط الزائدة ثم أونتري. كما ترون الفتحة كبيرة فسوف نجعل الباب زجاجي في ذلك المكان. إذا سوف نجعل أيضا باب يؤدي من المطبخ إلى الفناء الخارجي أيضا، لأن الفناء الخارجي مهم أيضا بطبعه. سوف نجعل هنا خط في وسط هذا الحائط ثم أونتري في الوسط تماما ثم ننقر على كوبي ونختار المكان الذي نرفع منه ثم نختار بهذا الشكل. سوف ننقر على مود أورتو ننزع مود أورتو ثم نختار يعني 0.7 ثم أونتري ثم نختار من هذه الجهة أيضا 0.7 ثم أونتري مرة أخرى ونحذف هذا الخط ثم ننقر على أجيستي ونحدد هذه الخطوط ثم أونتري ثم نحذف هذه الخطوط الزائدة وأونتري. عفوا فقد حذفت أيضا هذا الخط، سوف نعيد رسمه بطبيعة الحال بهذا الشكل ثم أونتري. نذهب إلى نافذة صغيرة متواجدة هنا ننقر على لين نختار بهذا الشكل ثم أونتري ثم نختار هذا الخط ونقر على ديبلاسي سوف نحدد مود أورتو لأنه يساعدنا على جعل خطوط مستقيمة. سوف نختار 0.7 أونتري اختار هذا الخط كوبي 1 متر ثم أونتري مرة أخرى أجيستي أونتري ونحدد هذه الخطوط الزائدة. إذا تبقت لنا نافذة هنا وفي هذا المكان أيضا ثم نافذة هنا ونافذة مقابلة لهذه النافذة بهذا الشكل ونافذتان صغيرتان لغرفة الحمام طبعا ضرورية، فقط نافذتان صغيرتان بطول 60 سنتيمتر. إذا نرسم نافذة هنا بهذا الشكل اختار ليني ثم أونتري ثم حدد هذا الخط ثم ديبلاسي ونختار 1.7 ثم أونتري
نعيد اختيار هذا الخط ثم كوبيي ونختار 1.2 ثم انتري ثم انتري مرة اخرى. ثم نختار عفوا ثم نذهب الى اجوستي ونختار بهذا الشكل ثم انتري ونحذف الخطوط. نافذة اخرى ايضا هنا نافذة مطلع على الخارج، اختار خط بهذا الشكل ثم نوقع على ديبلاسي، اختار بهذا الشكل 1.65 ثم انتري ثم خط ثم كوبيي ونختار 1.2 ثم انتري ثم انتري ونختار اجيستي نحدد الخطوط انتري ونحذف الخطوط الزائدة ثم انتري. اذا سوف نرسم نافذة اخرى هنا، سوف نقر على لين، نحدد خط بهذا الشكل ثم انتري ثم نختار الخط، نوقع على ديبلاسي، نختار 1.65 ثم انتري ثم نختار كوبيي، نختار 1.2 ثم انتري ثم انتري، نختار اجيستي ونحدد هذه الخطوط ثم انتري ثم نحذف الخطوط الزائدة وانتري. تبقى لدينا نافذة بهذا الشكل هنا. اذا سوف اريكم طريقة جديدة وهي نسخ الاجزاء عن طريق المرآة ميروار. سوف نختار هذا الخط وهذا الخط ايضا ثم انتري ثم نختار المحور كمحور تناظر لهذين الشكلين، لهذا وهذين الخطين، ننقر بهذا الشكل ثم نذهب الى الاسفل ثم ننقر ونختار كما ترون افاسي لي زوبجي سورس، نحذف الاجزاء الاصليه فنقر على ان ثم انتري ثم نذهب الى اجيستي نختار هذه الخطوط عفوا ثم انتري ثم بهذا الشكل ثم انتري. اذا كما ترون فالطريقه اسرع وأسهل. إذا لم يتبقى لدينا إلا نافذة صغيرة هنا، يعني تطل من الصالون إلى الخارج. سوف نختار خط في الوسط بهذا الشكل، نختار في الوسط كما ترون ميليو ثم أونتري ثم نختار هذا الخط ونختار كوبيي من هنا، يعني سوف نزع مود اورتو ثم نختار 0.4 ثم انتري ثم نختار هنا ايضا 0.4 ثم انتري ثم انتري، نحذف هذا الخط ونختار اجيستي نحدد هذه الخطوط ثم نختار انتري ونحذف هذه الخطوط الزائدة ثم انتري. إذا فقد انتهينا الآن تماما من الفتحات وهي النوافذ والأبواب. إذا إن كان هذا أول فيديو تشاهده على مدونة محترف الحاسوب يسرنا بالانضمام، يسرنا أن تنضم إلى مدونة محترف الحاسوب فقط بالضغط على زر سبسكرايب. سوف أكون سعيد جدا بالإجابة على أسئلتك ومناقشتها. نلقاكم في فيديو آخر، دمتم في أمان الله.